جزاكم الله خيرا. بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر، أما القنوت في صلاة الفجر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على إلا في حالة النوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة فإن المسلمين يقنطون في صلاة الفجر، كما قنط النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمستضعفين من المسلمين بمكة، وقنط صلى الله عليه وسلم يدعو على الكفار الذين يؤذون المسلمين. فإذا كان هناك نازلة تضر بالمسلمين من عدوهم فيستحب للمسلمين أن يقنطوا في صلواتهم في صلاة الفجر وفي غيرها من الفرائض. أما في غير النوازل ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الصحيح. نعم.